بكم إلى موجز أحداث إفريقيا على قناة الحدث الإفريقي. يتولى اتحاد جزر القمر ابتداء من يوم أمس السبت الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، وخلال حفل افتتاح القمة العادية 36 للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا، تسلم رئيس اتحاد جزر القمر غازالي عثمان رمزي السلطة، وبذلك يصبح الرئيس الجديد للمنظمة الإفريقية لولاية تمتد لعام واحد. وفي كلمة بالمناسبة أكد عثماني أنه من خلال تمكين اتحاد جزر القمر من قيادة القارة الإفريقية، قال: أثبتت منظمتنا للعالم اقتناعها بأن جميع البلدان لها نفس الحقوق وتتمتع بنفس الحريات، ومن بين القضايا الهامة للغاية التي تواجه إفريقيا فإنه يعتزم التركيز على مهمة أساسية والتي تشكل موضوع السنة والمتمثلة في تسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. مع نسبة تضخم غير مسبوقة وشح في النقد الأجنبي وتهاون للجنيه وتراجع كبير في مستوى المعيشة، نشرت بلومبيرغ تقريراً عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بمصر، والتي جعلت البلاد ثاني بلد مقترض بعد الأرجنتين في قائمة الدول التي طرقت باب صندوق النقد الدولي. وقال الموقع المتخصص إن صناع القرار في هذا البلد يؤكدون أن الأمر مختلف تماماً عن الأزمات السابقة، لأن جملة الإصلاحات التي وعدت بها الدولة ستعطي دفعاً للأسواق والاقتصاد والمجتمع أيضاً، لكن هذه الوعود لم تحدد موعداً تخرج فيه مصر من عنق الزجاجة. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التزام المؤسسة العسكرية بدعم ومساندة الاتفاق الإطاري، ودعا لضرورة أخذه مأخذاً إيجابياً، مؤكداً على أنه يحاول جمع أكبر كتلة لدعمه ومساندته لأنه لا يريد تكرار الفترة السابقة، وأضاف: قبلنا بالاتفاق الإطاري لأنه يعالج مشاكل حقيقية يجب أن نقف فيها وقفة حقيقية وليست صورية. رفض الرئيس التونسي قيس سعيد الانتقادات الدولية لحملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة الأمن في تونس منذ أيام، مع تولي الأنباء عن توقيفات جديدة. وقال سعيد أثناء لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن الخميس إن تونس ليست تحت الاستعمار أو الانتداب، بل دولة مستقلة ذات سيادة، ونعلم جيدا ما نقوم به في ظل احترام شامل للقانون. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.